شيرين بيوتي تكشف مشروع أختها سدرة، وقصة الورود في منزل غيث مروانة تعود للواجهة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. نشرت اليوتيوبر شيرين بيوتي ستوريات بالأمس مع أختها سيدرا التي قامت بصبغ حواجب شيرين بيوتي ليتناسب مع لون شعرها. وأشارت شيرين بيوتي إلى أن أختها سيدرا فتحت مؤخرا صفحة خاصة بها أطلقت عليها اسم بيوتي باي سيدرا، وهذه الصفحة خاصة بالتجميل. ويذكر أيضا أن سيدرا أخذت مؤخرا شهادة في مجال التجميل، ويمكن أن يكون هذا هو المشروع الذي تحضر له. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ اش عم نعمل هلا سدرة؟ سدرة اش عم نعمل؟ استفتوا شوية، استفتوا انا بالعروة عواجبي قلن انه الحكي صح، في ديسكاونت وتخفيض. اه صح، طاولة عندي وفي منه بلاش، نعمل جيب اوي. واو واو واو، بصراحة خدمة كانت يعني ممتازة جدا. وحابة كمان احكي لكل حدا بيعمل فولو لسدرة وبيجي لهون وبيعمل رموشه او حواجبه في له ديسكاونت 15%، بس قولوا له من عندي انتو وشيرين 15، شيرين 15 تعطيكم 15% ديسكاونت. واو طالعة مثل الاسد سدرة. بعد أن قام غيث مروان بالقيام بعملية مؤخرا على القولون العصبي، ظهرت باقة ورود بيضاء في منزله، والمتابعين بدأوا يتساءلون من أرسلها لغيث، معبرين عن رأيهم بأن الورود كانت ملفتة للنظر ومميزة، والبعض توقع أن تكون من نارين بيوتي، مرجحين كلامهم بأن نارين بيوتي تعشق هذا النوع من الورود البيضاء، في حين أن البعض توقع أن تكون هذه الورود من أصدقاء غيث مروان. وأيضا فإن سر الورود الورود البيضاء سينضاف أيضا إلى سر الحقيبة المتواجدة في منزل غيث مروان والتي لم نعرف أي شيء عنها، فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟